اهلا بيكم معانا في listenthesheer.com. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها السترينجز. السترينج هي داتا تايب احنا كنا بنسجل فيها تكست. لما شرحنا الداتا تايبس اتكلمنا عنها, ولما شرحنا السويتش كمان اتكلمنا عنها, وقلنا ان السترينج ده من الداتا تايبس المهمه جدا, لان انا بسجل فيها اي داتا جايالي على شكل تكست وبعرض بيها. فطبعا يعني معظم الابلكيشن طبعا بتستخدم امر التكست دوت. بالنسبه للغات اللي قبل السي شارب, يعني مثلا سي بلس بلس, فبالنسبه لها السترينج والاري دول حاجه ايه بينهم ارتباط وثيق قوي. ليه؟ لان كان السترينج بالنسبه للسي بلس بلس هو عباره عن اري اوف كاركترز, هو اصلا حروف ورا بعض, تمام. فكان السي بلس بلس الكومبايلر بتاعه بيمثلها عن طريق ان هو اري اوف كاركترز, كل حرف في خانه وكل خانه ليها اندكس. وكنت بتعامل مع السترينج عشان اقدر اتعامل معاه, لازم فوق هنا في الجزئيه هنا زي يعني في جزئيه مشابهه ليها في السي بلس بلس, بس ما كناش بنكتب يوزنج, كنا بنكتب انكلود. فكنا بنيجي هنا نكتب انكلود ونكتب كلاس, لازم نحدد لو البرنامج بتاعي هيستخدم السترينجز لازم اضيف كلاس معايا بيفهم السترينجز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هنا انا الحاجات دي موجوده تلقائي, لكن في سي بلس بلس مش بتبقى موجوده تلقائي, انا لازم اكتب ايه كل كلاس من دول بايدي. فعلى حسب الكود بتاعي هنا وهستخدم فيه ايه كنت بضيف فوق. بضيف فوق ايه؟ بضيف فوق حاجه اسمها كلاسز. الكلاسز دي بيبقى فيها تعريف الكلمات اللي انا بكتبها هنا, الكيوردز والحاجات دي بتدل على ايه. الكلاس بقى بيبقى موجود فيه التعريف بتاع الكلام بتاعي, الكيوردز بتاعتي اللي انا بستخدمها جوه الكود. فلما كنت بتعامل مع كل حاجه بلت ان اصلا في السي بلس بلس, كنتش بحتاج اكتر من كلاس واحد بس اسمه ايه اي او ستريم بس. لكن لما عشان اتعامل مع السترينجز بقى كنت بضيف كلاس كمان كان اسمه string dot h. ليه بقى؟ لان السي بلس بلس مش السترينجز دي مش بيلت ان فيه, هي لازم بضيف لها كلاس عشان يقدر يتعرف عليها ويوصلها للكومبايلر ويقول له ده معناه ايه. وبعد ما عملوا السي شارب هم طوروا طبعا في اللغة, فبدأوا يضيفوا عليها حاجات. كان من ضمن الحاجات دي ان السترينج بقى ايه بقى حاجة بلت ان في اللغة, انا مش محتاج ان انا اعرف الكمبايلر يعني ايه سترينج. وبرضو في نفس الوقت هو في الميموري مش موجود ولا ظاهر عنده ككاركتر اري. يعني مثلا لو بصينا عند الصورة دي بالنسبة للكاركتر اري, فهو بيبقى ايه خانات كده, كل خانة فيها حرف وكل حرف دي اندكس, تمام. فده مثلا كاركتر اري موجود فيه هلو. طيب لما انا احب اعبر عن السترينج هلو هيبقى نفس الشكل في الميموري, برضو هيبقى خانات متجاورة وكل خانة فيها حرف, بس الفرق بينها وبين الكاركتر اري هو الاتنين برضو كل واحد يوم ليه اندكس. يعني كاركتر اري كل خانة ليها اندكس, وانا بعمل اكسس للخانة عن طريق الاندكس بتاعها. نفس الكلام بالنسبة للسترينج, انا ممكن لو حابب اعمل اكسس لخانة معينة برضو بعمل اكسس عن طريق الاندكس. بس الفرق الاهم بين الكاركتر اري والسترينج ان السترينج فيه خاصية اسمها اميوتابل. يعني ايه اميوتابل؟ اميوتابل يعني غير قابل للتعديل. برضو يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو جيت قلت كاركتر اري اوف 2 اللي هو حرف ال, انا هشيله واحط اكس, هيعمل كده هيعمل كده, هيغير لي قيمه الخانه بين ال اكس عادي جدا. لكن السترينج لا, انا لو جيت حاولت اصلا ان انا اعمل اساين لفاليو معينه, مثلا الخانه رقم 2 عندك حط لي فيه حرف اكس, هو هيرفض الجمله نفسها وهيعتبر انها ايرور. انت ازاي عايزه تعدلي حرف في قلب السترينج؟ تقدريش, ما ينفعش. عارفين اقدر اعمل ايه؟ اقدر اغير قيمه السترينج كله, بدل ما هي مثلا هلو اخليها ايه هاي بس, اقدر اعمل كده. لكن ان انا اغير في حرف من ضمن الحروف بتاعه السترينج لا,
دايما دايما مسألة انها تبقى ميوتابل، انها مجرد ما تحط فيها الفاليو، هي الفاليو دي بقت بلوك على بعضه، ما اقدرش ان انا اغير في حاجة في قلبي. انا يا اما اشيل البلوك كله واحط بلوك جديد، يا اما اسيبه زي ما هو. فبالتالي السترينج عندي في السي شارب ما هوش كاركتر اري، هو شبيه في خصائص متشابهة، لكن في خصائص تانية مختلفة واختلاف جذري. فتعالوا نبتدي نطبق السترينجز عشان ايه المفهوم يوضح عندنا اكتر. يعني احنا مثلا هنعمل هنا سترينج ونسميه str ونديله قيمة، نقول مثلا هلو ونعمل سيميكون. شايفين هنا انا سبت مسافة، على فكرة المسافة دي بتاخد مكان في الميموري، يعني اي حاجة بعد دبل كوتيشن، اي مسافة، اي سيمبل معين انا بكتبه، الفراغ اللي هو بالنسبة لي ولا حاجة هو بيسجله عنده. فانتبه برضو للنقطة دي. هاجي هنا مثلا هقول str of ايه of 3 مثلا، انا عايز اعرض ال str of r of 3 ده، عايز بس ايه احطه جوه console write line. هكتب هنا console وهفتح قوس، هحط فيه قيمة بتاع string of 3 وسيمي كولون بس. string of 3 ده موجود فيه حرف ال، هو شبه الواحد بس هو ال، احنا ممكن نخليها كلها كابيتال عشان تبقى باينة اكتر. شايفين هنا حرف ال، تمام. طيب انا دلوقتي عايزة اوضح المقارنة اكتر بين السترينج والكاركتر اري. فاحنا هنعمل كاركتر اري، هنعمل char وهنعمل قوسين بتوع الاري وهنسميه اي دبل ار، وهنديله مثلا قيمة بايه ب x و y و z و a و b، تمام. فدلوقتي انا عايزة اعرض القيمة بتاع الخانة رقم 3 برضو، هاجي هنا واقول ايه بقى array of 3 بس. حاول ارن البرنامج. الري اوف 3 بيدينا A والري اوف سترينج اوف 3 بيدينا L. طيب الخطوة الجاية ان انا عايزة اغير في قيمة الري اوف 3 وسترينج اوف 3. لو انا جيت عملت الري اوف 3 ده كده وقلت ان هو بيساوي خليها C ماشي، وبعدين جيت هنا str اوف 3 بتساوي عايزين نحط فيها x. تعالوا نجرب نعمل الخطوة دي. شايفين اول حاجة عملها ان هو علم على السطر ده وقال لي ايه، قال لي cannot be assigned it's read only، دي نقراها بس ما نقدرش نعدل فيها بس ماشي خلاص. لكن لو حبيت ان انا اعمل هنا، هكتب هنا مثلا str بتساوي ايه حاجة تانية، مثلا بدل ما نقول هلو هنقول ايه world. نيجي نرن، هيرن عادي جدا، بس هو طبعا هو عرض لي string of 3 من هلو وبعدين غير القيمة، وبعدين ايه انا عايزة نفس الجمل دي تاني فهرنهم، هيبقوا اول مرة ب A و L، تاني مرة ب C و L. هي ال L عشان بس تشابهت. عموما احنا ممكن نخلي الكلمة حاجة تانية غير world، ممكن نخليها welcome بس بالحالة دي برضو هتبقى L. ف خليها ايه، خليها system، كلمة بعيدة خالص، فمفروض بقى تبقى حاجة مختلفة، هي A و L و C و T. شايفين يعني انا ما قدرتش اغير حرف من قلب السترنج، لكن قدرت اغير الكلمه نفسها على بعضها. شيل لي السترنج ده، شيل اللي فيه خالص وحط لي حاجه جديده تماما كده. القدر يتعامل احنا بس المره دي هنقف عند هنا، المره الجايه هنكمل في العمليات اللي اقدر اعملها على السترنج، اقدر اعمل عليه ايه المره الجايه ان شاء الله.